مساء الخير، معاكم دكتورة منار الخولي. هنتكلم في البرزنتيشن دي عن الانترافينوس كانيوليشن. The main learning objectives of this presentation is why we need intravenous cannulation, what are the sizes of the cannula, how to increase flow of fluid in the cannula, where to insert the cannula, what are the equipment needed to insert the cannula, and how to prepare the patient for cannula insertion. الحقيقة تركيب الـ intravenous cannula ده نقل الـ medical practice لحتة تانية خالص. Because I need you to imagine that you need to inject a patient with fluids or medication like several times throughout the day. Or you would like to give a very large amount of fluid. Imagine that this patient is sitting there with a needle inside his or her hand and he cannot move and he cannot move even his hand. أو إن أنا كل ما عاوز أديله top up dose I have to inject again. This is extremely inconvenient. So the cannula, the intravenous cannula, is placed into a peripheral vein in order to give us a relatively permanent venous access for around at least 48 ساعة. Okay? طيب, why do we need venous access? أو بمعنى آخر, what are the indications of intravenous cannulation? أول حاجة, to give fluids. Or give blood and blood products. Blood products زي إيه؟ زي packed RBCs, زي plasma, زي coagulation factors. Or to give medications, antibiotics or chemotherapy. Or to administer radiological contrast agents اللي هي الصبغة اللي بنستعملها مع الـ MRI أو الـ CT. Or to withdraw blood sample. هركب الكانيولا واسحب عينة الدم بدل ما أشك العيان مرتين. Okay؟ طيب ازاي اعرف الكانيولا دي لها مقاسات؟ it has sizes. والسايزز بتاعتنا range from size 14 which is the largest size to size 26 which is the smallest. بمعنى ان كل ما الرقم كبر معناه انه الكانيولا صغرت. وبالتالي اكبر حاجه عندي 14. 16 هتكون أصغر من 14، 17 أصغر، 18، 20، 22، 24 لغاية ما نوصل ل 26 أصغر مقاس. طيب الكانيولا دي كمان لها color coded زي ما هو باين في التيبل عندكم، بمعنى إنه الهاب بتاع الكانيولا أو السايد واي بتاع الكانيولا له color، والcolor دوت is universal، يعني ايا كانت الشركة اللي بتصنع الكانيولا دي او ايا كانت البلد اللي فيها الكانيولا دي، دايما اول ما ابص بعيني على اللون هعرف على طول مقاس الكانيولا. طبعا ده مهم جدا. ليه؟ لانه الكانيولا دي ممكن استخدمها في emergency situation، وفي emergency situations دايما بنكون محتاجين لاكتر من حاجة علشان تسهل شغلنا وتخليه اسرع. اسرع حاجة هي الcolor code. يبقى ايا كان المكان اللي انا جايه منه او ايا كان مكان تصنيع الكانيولا، اول ما هبص والاقي غطا اخضر هفهم على طول ان ده سايز 18، غطا بامبا هفهم على طول انه سايز 20، وهكذا. طيب الفلو بتاع الكانيولا، الفلو بتاع الفلويد جوه الكانيولا انا بتحكم فيه ازاي؟ اولا كل ما السايز بتاع الكانيولا كبر كل ما الفلو بتاعي بقى اسرع، وده منطقي. يبقى إذا لو أنا عايزة أدي فلويد كتير أركب كانيولا مقاسها أكبر من لو أنا عايزة أمشي بالراحة، لو مش فارق معايا إن أنا أمشي بسرعة قوي. طيب إيه كمان؟ كمان بيعتمد على السايز بتاع الفين اللي أنا حاطة فيه، يعني لو أنا حاطة في فين واسع وكبير أكيد الفلو هيبقى أسرع من لو أنا حاطة في فين صغير. علشان كده لما أحط كانيولا في سنترال فين زي الانترنال جاجولر او الاكسترنال جاجولر اكيد الفلو هيكون اسرع من لو حطيته في بريفرال فين. كمان طيب ازاي اختار السايز بتاع الكانيولا؟ اختيار السايز بتاع الكانيولا بيعتمد على كذا حاجه، من ضمنها مثلا patient's age. يعني مش طبيعي ان انا يبقى عندي طفل صغير نيونيت او young child
عمره سنة سنتين ثلاثة، واروح اركب له كانيولا 16. المنطقي ان انا هركب له كانيولا تكون صغيرة متناسبة مع السايز بتاع الفينز بتاعته. طيب ايه كمان؟ البيشنت كونديشن، يعني انا دلوقتي مش طبيعي ان يكون عندي عيان ان تروما او سيفير هامريج او شوك، محتاج اديله لارج اماونت اوف فلويدز، محتاج اديله بلاد اند بلاد برودكتس، ما اروحش بقى اركب كانيولا صغيره، لا العيان ده اللي هركب له كانيولا 16 او 14 كمان اذا لزم الامر. عيان ميجر سيرجري، فايم اكسبكتنج ان ذيس بيشنت هو از جوينج تو لوز بلاد اند اي شود نيد تو جيف لارج اماونت اوف فلويدز، سو اتس بيتر ان انا احط ا لارجر سايز كانيولا. Where to insert the cannula? It's wise and it's better to start with peripheral veins before trying the larger and more central veins. ليه؟ لأن الفينز ماشية زي الشبكة بتاعت الروتس، بتلم من تحت من بعيد اللي هو الديستال وتدخل على proximal. If I block vein proximal من فوق I will block all the tributaries. عشان كده يستحسن أبتدي من بعيد from the periphery to the central, from distal to proximal. كمان it's more preferable to use the upper limb. Try the upper limb first. ليه؟ The upper limb is not going to interfere with patient mobility. لا، العيان ممكن يمشي عادي وفي وهنلاقي حاجات نماذج كتير للحاجات دي في استخدام في الحياة العادية، مش هتأيد حركته. الحاجة التانية الveins of upper limb أو تركيب الكانيولا في الفين بتاع الأبر limb decrease the incidence of phlebitis. وphlebitis يعني inflammation of the vein. طب أنهي حتة بالظبط في الفين اللي ركب فيها؟ دايما الفين زي ما قلنا عاملة زي الروتس بتاعت الشجرة بتجمع tributaries. مكان ما تو tributaries بيتقابلوا بيعمل لي زي Y shape. يستحسن إن أنا أبدأ من عند emerging of two tributaries من عند ال inverted size بتاع ال Y. ليه؟ ده بيدخلني على حتة more straight portion من ال vein، وده أسهل كتير من أما أخش على حتة torches وقلل هيقلل كمان chance بتاعتي to hit venous valve. However أنا عندي محظورات في مكان تركيب ال vein، أبرزها وأهمها never ever اني اركب انترافينوس كانيولا في الدراع الا على الناحيه اللي معمول فيها ماستكتومي. يعني نفرض انا عندي عيانه وعامله رايت ماستكتومي، يعني شايله الثدي اليمين البراست اليمين، يبقى ممنوع خالص اني اركب كانيولا في الناحيه اليمين خالص. اوكي، لازم اركبها في الناحيه الشمال. انا ممنوع حتى ان انا اقيس الضغط، اربط الكاف بتاع الضغط على الدراع اليمين في الحاله دي. يبقى الست اللي عامله ماستكتومي الدراع اللي على نفس ناحيه الماستكتومي ذا ابسيلاترال سايد هعتبره كده دراع انتاتشبل، لا احط عليه جهاز ضغط ولا اركب فيه انترافينوس كانيولا. طيب دلوقتي اي هاف ديسايدد او انا خلاص ام كونفرونتد وذ بي. طيب محتاجه ايه تاني غير السيفتي اكويبمنت؟ محتاجه تورنيكي، محتاجه لوكال انستاتيك سولوشن، 1 ملي سيرنج with a 30 gauge needle, gauze, venous access device, vacuum collection tube and adapter, saline heparin lock, saline heparin solution, transparent dressing and paper tape. هنشوف كل حاجة من دول هنستخدمها في إيه. أول حاجة preparation of the patient. أول ما أروح للعيان I have to introduce myself and explain the steps. لازم أروح أقول له صباح الخير أو مساء الخير، أنا فلانة الفلانية. We are going to introduce a peripheral cannula علشان إحنا محتاجين نعمل بيها كذا وكذا. We need to give fluids, we need to give blood, we need to give antibiotic, whatever. Explain why do you want to do this and then explain the steps. It's much better for the patient to know what to expect before doing it. بمعنى اني هقول له احنا محتاجين دلوقتي ان احنا هنربط ايدك بتورنيكي، هنعقم مكانه بالكحول، هتحس بشكه صغيره ساعه ما السن يدخل، وبعد كده
هنسحب السن ده، واللي هيفضل جوه ايدك ده حاجه ما فيهاش سن، نون تروماتيك، فتقدر تحرك ايدك طبيعي. دي حاجه. الحاجه الثانيه المهمه جدا، انشور ادكوت لايت. ايه اهميه النور؟ الحقيقه النور بيساعدنا ان احنا نشوف الفين كويس. دايما تحاول تخلي الظروف احسن ما يمكن علشان البروسيس تتعمل بطريقه اسهل، وفي نفس الوقت كمان اسهل على المريض ما عرضوش لمشكله او متاعب اكبر. Ensure adequate warmth to prevent vasoconstriction. كلنا عارفين ان احنا في السقعه بيحصل peripheral ايه؟ vasoconstriction، وبالتالي finding the vein is more difficult. علشان كده العين محتاج ايديه تكون دافيه. اوقات كتير، ودي حاجه انا شخصيا بعملها، خلي عيني يلبس جوانتي مثلا قبل فتره، قبل حد وقت الكانيليشن ما يجي، ده يخلي ايده تدفى والفينز تبقى مور دايليتد اند انجورجد وباينه. في حاجات مخصوصه بقى لتدفئه الايدين، هتلاقوها موجوده حتى في المعامل او الحاجات دي. ان الانفايرومنت عموما العين قاعد فيها تكون الى حد ما دافيه شويه، وده مش بيكون طبعا متيسر بالذات في اوضه العمليات لانها درجه الحراره فيها بتبقى منخفضه علشان نحافظ على الانفكشن كنترول ميجرز. الحاجه الثانيه، adjust the height or position of the bed or chair to make sure you are comfortable. دايما دايما whenever you make a procedure try to make yourself comfortable as much as possible. ليه؟ لما انا بكون قاعده مرتاحه بقدر اقعد وقت اطول وما ببقاش مشغوله بان انا قاعده مش كويسه او مش مظبوطه قوي، وبالتالي تركيب الكانيولا هيكون اسرع وهيكون اسهل عليا وبالتالي اسهل على المريض. Make sure the patient is in a comfortable position. علشان ما يحركش ايده في النص وانا بعمل بروسيدجر لانه تعب او لانه مش قادر يخلي ايده في الوضع ده فتره اطول من كده، وبالتالي هضطر اعيدها من اول وجديد. يعني ده معناه ان انا I will induce unnecessary pain و discomfort العيان مش محتاجه. في اوقات ناس بتقول حط بيلو تحت ايده او رول تاول علشان تبقى ايده مريحه عليها. Preparation of the patient تاني، اني احط التورنيكيه. التورنيكيه زي ما احنا شايفين في الصوره هيخلي العيان الفينز بتاعته مور انجورجد وبالتالي حتبان، وبالتالي يبقى سهل ان انا اركب الكانيولا. Apply antiseptic. ولما apply antiseptic it's not by spray it's by friction. يعني معناه ان انا لازم ادعك مكانها بالالكول سواب اللي معايا at least from 30 to 60 seconds عشان ابقى متاكده ان انا موت الجيرمز اللي موجوده on the surface. وبعدين اعمل ايه؟ ما نشفش بقى مكان السبرتو بحاجه، لا allow it to dry air dry، هي تنشف من نفسها. جزء الفتره اللي بسيبها علشان بسيب فيها المكان اللي عقمته علشان ينشف لوحده باي اير، ده مهم جدا to complete the process of sterilization. Then I hold the cannula with the dominant hand. Right hand لو أنا right handed، left hand لو أنا left handed. وبدخل بيها بأنجل حوالي 30 درجة، وبدخل بيها والبافل facing upward. ده هيعمل هيسبب less pain للعيان. أول ما أدخل جوه الفين هيبان لي في الشامبر الترانسبيرنت اللي بره دي شويه دم، ده معناه ان انا خلاص بقيت جوه الفين. بالراحه جدا جنتلي كده اسحب السن، مش اسحب الكانيولا، اسحب السن بس شويه. وبعدين زي ما بنقول ادكك الكانيولا او ادفانس جنتلي اند سموثلي. لو في اي حاجه اي ريزيستنس معناها ان انا خرجت من الفين او ان انا عورت الوال او عورت فالف. في الحالة دي مفيش مقاوحة، don't use force. اوكي؟ هسحبها واعمل compression علشان الدم ما لغاية الدم ما يقف، وبعدين I should resume another trial او should go through another trial. طيب دخلت very smooth ودككتها لغاية الآخر. I have to withdraw the needle completely.
place it in the sharp container or canister. ممنوع ان انا امسك السن وامشي بيه او اتحرك اوديه لحد، لا بايدي انا باخده على طول واحطه جوه الشارب كانستر او الشارب كونتينر. This is very important. ليه؟ لان انا لو اتحركت بيه وشك حد تاني او شكني وكان العيان ده عنده اي مشكله، اي انفكشن ممكن تتنقل عن طريق البلاد، في الحقيقه في احتمال كبير ان انا انقلها لنفسي او للشخص اللي هيتشك بالابره دي. رميت السن في الشارب كونتينر، then I flush the cannula with saline or with heparin saline. Make sure you know, there is no swelling appears around the cannula. يبقى ده معناه ان كل الكانيولا الفلويد او البافل بتاعها كله او الكانيولا بالكامل موجوده جوه الفين. بعدين اقفل الكانيولا بستوبر، تمام، واثبتها. يستحسن ان انا اثبتها بترانسلوسنت او ترانسبيرنت تيب. ميزه الترانسبيرنت تيب ده انه لو حصل اكسترافازيشن، اكسترافازيشن ده تعبير عن انه الفلويد او الدم اللي انا بحقنه خرج for any reason بره الفين. Because sometimes I do all these precautions and yet still the cannula is not inside the vein totally. Or if I inject something with a really high pressure, I may cause extravasation. عشان كده it's very wise to put or to use a transparent tape so that if swelling happens, I can see it by my eyes. Okay? Then I place a label زي اللي احنا شايفينه في الصورة اللي تحت. A label with the information, required information, for example, date. ساعة مثلا هقول انه البلاستر ده اتغير يوم 17/3 الساعة 12 الظهر. فأي حد بعد كده هيجي هيبقى عارف الكانيولا دي بقالها فترة قد إيه موجودة. زي أي بروسيس بنعملها it doesn't come without complications. What are the complications? Pain. أكيد الشكة دي it should cause pain. Failure to find a proper vein. Okay. Faulty arterial cannulation. ممكن أدخل في artery بدل ما ادخل في فين، وده بيحصل في بعض الفينز بالذات السنترال شويه او كل ما بقرب يعني من السنتر. inflammation او infection في الفين which is called phlebitis او nerve injury. موضوع البين ده تحديدا له حل بالذات في الاطفال. بنعمل ايه؟ في حاجه اسمها املا كريم او local anesthetic cream، بحطه على المكان اللي انا احط فيه الكانيولا وبستنى مدة حوالي نص ساعة وبعدين احط الكانيولا. ده بيخفف البين شوية. However لو انا مستعجلة in case of emergency عيان بينزف مثلا I have no time to wait so I have to put the cannula right away، ويبقى البين ده is compelling complication. صحيح حاجة مش كويسة لكن I'm compelled to do it. Thank you very much.